سواه وكل ما أملى وما سواه. وقد روى عن أحمد العماوي وسالم العلامة النفراوي وشلب البرسي المنجبي وعابد الله فذاك المغربي وعن فتى النمرسي عبد العابدي والسيد الضرير ذي الأوابدي وعابد الوهاب الملواني والبقري أحمد الرباني وعن إمام عصره الديربي وابن العزيز الإمام الندبي وذي العلا الصغير والفيومي وابن أبي زكري فتى العلومي وعن فتى سيجين ذي الإنباطي وأحمد العلامة الإسقاطي ونجر سيف وفتى عقيلة وعن فتى عشيمي أخي الفضيلة والملوي أحمد المعمري والجوهري عين نور الجوهري وعن فتى شبرى مع البليلي وشيخنا الحفني زاكي الأيدي وعن فتى دفر الإمام المسند وغيرهم من كل حبر أوحد. الشيخ 48 سليمان المنصوري ومنهم ذو الفضل والفهوم خليفة النعمان في العلوم فقيه عصرنا الرضا المشهور أعني سليمان هو المنصوري نجر سليل العارفين مصطفى مولى الكمال والوقار والوفا حضرت في دروسه الفرعية وفزت منه غاية الأمنية وكان في معرفة الفروع غاية ما يبلغ في المسموع أجازني من لفظه مرارا أمدني من لحظه الأسرارا وقد روى الفقه عن الأمين مفسي الأنام ذي التقى شاهيني وعابد الحي الشرن بلالي وعمر الزهري ذي الإفضالي والعالم الممجد النحريري عثمان ذي التقرير والتحرير وفايد العلامة الأبيار وعن علي العقدي ذي الأنوار. سلسلة الفقه الأولان رويا بالاتصال عن الإمام الحسن الشرنبلالي وعن عابد الإله ذي التحرير يعرف في الشيوخ بالنحرير والحموي محمد بن أحمد وابن المسيري الرضا محمد وهم جميعا عن إمام المذهب أي أحمد بن يونس بن الشلبي عن عابد البر السري الديني أعني فتى الشحنة ذا التمكيني وذا تلقاه عن الكمالي ابن الهمام معدن الإفضالي عن السراج قارئ الهداية ذي المدد المحفوف بالعناية عن شيخه العلامة السيرامي عن العلاء صاحب الإنعام ذا عن جلال الدين ذي التحقيق عن صاحب الكشف مع التحقيق عن حافظ الدين الإمام الأكبر وشمس دين الحق ذاك الكردري كلاهما عن فخر مرغيناني مؤلف الهداية البرهاني عن فخر الإسلام أبي الحسين البزدوي الحبر نور العين ذا عن أبي محمد الحلواني عبد العزيز العالم الرباني وذا عن القاضي بهاء الشرف أبي علي الحسين النسفي ذا عن أبي بكر هو البخاري محمد بن الفضل ذي الأسرار وذا عن الأستاذ عبد الله الحارثي المسند الأواهي هو الذي يعزى إليه المسند وهو عن الإمام الجهب ذي المسد ذا عن أبي حفص أي الصغير ذا عن أبيه أحمد الكبير ذا عن إمام العصر بالعرفاني محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام الأعظم الرباني مجتهد العصر الرضا النعماني وهو روى الفقه عن الأتباع بل عن أصيحاب على النزاع وهم تلقوه عن الأصحاب عن النبي سيد الأنجاب محمد صلى عليه الله وآله وكل من والاه ولي شيوخ غير من ذكرت عنهم رويت ولقد سمعت على كثير منهم كثيرا فعاد رود مددي مطيرا لم أورد الكل بذا السياق مخافة من سأم الرفاق هذا وقد أجاز بالإرسال
من البلاد السادة الموالي كتابة منهم إلى الفقير في ضمن تعريف مع التحرير في كل ما رووا من العلوم في كل منطوق مع المفهوم كما جرت عادة أهل الأثر فيما مضى ومثله لم ينكر شيوخه بالمكاتبة الشيخ الأول من شيوخ الإجازة وهو 49 أحمد بن علي المنيني فمنهم المحدث الأصولي علامة المعقول والمنقول ذو الفضل والرسوخ والتمكين نجل علي أحمد المنيني الحنفي الفرد ثر بالصدق يعزى إلى عثمان من دمشق أجازني كتابة من بلده ولي أباح كل ما في سنده وهو روى عن الإمام المسند أبي المواهب الرضا محمد والتغلب الحنبل الفردي وعابد الغني ذي النهج الرضي وعابد الرحيم ذاك الكابلي وذي العلا محمد بن الكاملي ويونس المصري والكوراني وأحمد الغزي ذي العرفاني وعابد الرحمن فخر السجدي يعرف بين الناس بالمجلد والمسند الممجد الخليل أكرم به من عالم النبيل والمسند المعمر الوليد أنعم به من عارف سديد وعن فتى القلع ومفتي الأمم والحافظ البصري شيخ الحرم وأحمد النخلي والمفسر محمد العلامة السكندري والمقرئ المحقق المشهور علي المحدث المنصور والأوحد السري مفتي الناس محمد الخير ذي الأنفاس وعابد الكريم ذي الفضيلة يعرف في طيبة بالخليفة والطاهر الكردي زاكي النهج وحسن العلامة البرزنجي وعابد الجليل ذي المراتب وهو سليل لأبي المواهب والحبر نور الدين من دسوق وابن عقيلة الفتى الصدوق ونجل شكر أي محب الدين وغيرهم من كل ذي تمكين وفي طريق القوم عن مرادي والحسن الطباخ ذي الإمداد وشيخه ياسين قطب العصر الحموي الفرد رحب الصدر وذا تلقى عن علي القادر عن ابن عمه مرقي القاصر عن عابد الرزاق ذي الفضائل بالسند المعروف في السلاسل الشيخ الثاني من شيوخ الإجازة وهو 50 محمد بن عبد الكريم السمان ومنهم قطب الوجود الأكبر شيخ المعالي الألماعي الأنور ذو القدر والتشريف والعرفان محمد المعروف بالسمان راسلني بخطه الكريم إجازة تؤذن بالتقديم في كل ما روى من العلوم وكل ما حوى من الفهوم وفي طريق القوم والأحزاب والذكر والتلقين للأصحاب وقد روى عن طاهر الكوران ومصطفى البكري ذي العرفان عنه تلقى الذكر والأحزاب فأرشد السلاك والطلاب وشيخه عبد النبي القادر وغيره من كل شهم فاخر ولم يزل مسلكا مقيما في طيبة بالأنس مستديما حتى دعا لقربه مولاه فغاب عن شهود ما سواه الشيخ الثالث من شيوخ الإجازة وهو 51 محمد بن صالح المواهب ومنهم شيخ شيوخ حلب محمد بن صالح بن رجب الحنفي العالم المهذب القادري الخلوتي الأنجب ذو المجد والإيصال والمناقب يعرف في البلاد بالمواهب راسلني بخطه الشريف إجازة في طرسه المنيف وهو روى الجم من الصحاح عن أبي المولى أبي الصلاح وشيخه المعروف بالكواكب وعن فتى عجلون ذي المناصب وشيخه إلياس من قوران والحافظ البصري ذي العرفان وصالح العلامة الجنيني ويوسف الشامي ذي التمكيني والطاهر العلامة القوراني وابن عقيلة الفتى الرباني وشيخنا ابن الطيب الإمامي
والحلو السيد الهمامي روى الأخير عن عروس الحاني أي قاسم النجد الصلاح الخاني عن شيخه أبي الوفى بن عمر عن أبيه عن جده بلا مرا ذا عن أبي يحيى الأنصاري بالسند المذكور في الأسطار. الشيخ الرابع من شيوخ الإجازة وهو الثاني والخمسون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ومنهم الراقي درى المعالم محمد بن أحمد بن سالم منسوب السفارين ذاك الحنبلي مسند عصره الإمام المعتلي الأثري الزاهد السجاد بعلمه قد رفع العماد راسلني إجازة في الطرسي أنا بمصر وهو في نابلسي وقد روى عن الإمام التغلبي شيخ الحديث الكامل المهذبي وعابد الغني والقراني وحامد المفتي الرفيع الشاني وعابد السلام نجر الكامل وهاشم الفقيه ذي الفضائل وعن فتى عجلون ذي المحاسن وذي العلا موسى هو المحاسن وشمس دين الله ذي المراتب حفيد مولانا أبي المواهب وأحمد الغزي مفتي الشام والسيد البكري ذي الإلهام وابن سوار والإمام اللبدي وابن عبيد والرضا المجلدي وعن فتى غزة أي محمد وذي العلا طه أي ابن أحمد وعن محمد أي الدقاق وابن الخليلي الفتى السباق والعارف السندي في المدينة والحسن المصري ذي السكينة وابن المنين الشهير الصيتي وذي العلا محمد السلفيتي وعن محمد هو العجلوني وعابد الرحيم ذي الفنون والبصروي الفرد عبد الله وابن الدسوقي أحمد الأواهي وقد رويت جامع البخاري من طرق عن سادة أخياري أجلها عن الإمام العالمي محمد بن أحمد بن سالمي وهو روى عن الإمام الناجبي كنز التقى محمد للمواهب وأحمد الغزي والعجلوني والتغلب المسند المأموني وهم رووا عن الإمام المسند أبي المواهب الرضا محمد عن شيخ وقته على الإطلاق والده الشهير عبد الباقي حاء روى الغزي عن أبيه والكاملي العالم النبيه وكلهم عن نجم ذاك العصر عن حافظ الوقت أبيه البدري وذا روى عن شيخه الإمامي والده الرضا مفتي الشامي وعن أبي يحيى فتى الأنصاري أي زكريا مسند الأمصاري هما عن الحافظ ذي الإتقان أحمد منسوب لعسقلاني عن التنوخ عن الحجاري عن الزبيدي الفتى الخياري ذا عن أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي بلا ترديدي عن الفرابري عن البخاري عليه رحمات الكريم الباري. الشيخ الخامس من شيوخ الإجازة وهو الثالث والخمسون محمد بن علي الغرياني التونسي ومنهم الولي ذو العرفاني شمس العلا محمد الغرياني نجل علي الحائز الكمالي المعتلي المقدار في الإفضال البارع النظار في العلوم المسند المشار في الفهوم راسلني من تونس الخضراء إجازة تسمو على الجوزاء وقال فيها إنه روى عن محمد القلعي تاج الزمن وعن محمد الجمال الطبري وعن محمد هو السكندري وأحمد بن أحمد العماوي وعن محمد أي العشماوي وعن محمد فتى عقيلة وشيخنا الحفني ذي الفضيلة وعن إمام عصره ذي الفيدي بدر العلا محمد البليدي وعن إمام بالتقى معموري أعني سليمان فتى منصوري سند دلائل الخيرات وهاك إسنادي إلى الدلائل رواه عن هذا الأخير الفاضل وهو عن المعمر الممجد الأحمد العلوي محمد وعن عابد الشكور ذي الأنوار بحر العلوم الفائض الزخاري وهو عن المؤلف الجزول طاء
قطب الورى ذي الصيت والقبول، وهاك إسناد الجمال الطبري شيخ الشيوخ المسند الرضا السري، لقد روى عن شيخه الولي أبيه زين عصره علي، عن جده الفضل روى وذا عني قريش بنت الطبري المتقني، وهي عن الإمام عبد القادر والدها المعروف بالمفاخر، وعابد الواحد من حصاري إسناده قد مر في الأسطار، أما أبوها فعن الرملي عن زكريا المسند العلي بالسند الماضي، وذا الختام عليك مني يا أخي السلام. خاتمة. فهؤلاء سادتي مشايخي ذوي الصلاح والكمال الراسخ، أوردتهم هنا بالاختصار لرغبة الطلاب في الأسفار، فبعضهم بأرض مصر قد ثوى، وبعضهم بالشام والغرب استوى، وبعضهم بالحرمين واليمن، وبعضهم أجازني بكل فن، وقل أن ترى كتابا يعتمد إلا ولي فيه اتصال بالسند، أو عالما إلا ولي إليه وسائط توقفني عليه، وصايا نافعة في آداب التعلم، فهاك مني تحفة الطلاب عروس بكر زف للأحباب، أرجوزة لطيفة شريفة من قدس أنوارها منيفة، بنشر أمثال من القبول، لنشر إسناد من القبول، مربها من شرف العناية، مهبها من سجف الرعاية، نظمتها للآخذين عني، وبعضهم قد استجاز مني، فقد أجزت كل ما ذكرته لكل راغب له وعلمته، وكل من قد استجاز مني في الأخذ والعلم بكل فني، وكل ما ألفته في علمي أو قلته في النثر أو في النظم، فليروي من شاء على أي صفة إجازة فيها التقى والمعرفة، بشرطه المعروف عند أهله في أخذه وحفظه وبذله. روى ابن عبد البر ذو الإرشاد في جامع العلم بلا إسناد، أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها، منظومة كالجوهر المكنون، ومنهم من عزا إلى المأمون. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على العزيز الجاهي، اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب، والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره، فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييتا مقارنا تحمد ما بقيتا، وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطاء ناطقي، أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فاعلم لك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عليه خبر،
فذاك شطر العلم عند العلماء، كذاك ما زالت تقول الحكماء، إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطائك، كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشر ولا أحصيته، وما بقي منه عليك أكثر مما علمت، والجواد يعثر، فكل ما علمته مستفهما، وإن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان، فقول تعلمه، وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب، يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر، فافهمهما والذهن منك حاضر، لا تدفع القول ولا ترده، حتى يوديك إلى ما بعده، فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه، ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضا بلا التباس، إذا لكان الصمت من عين الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب، إلى هنا قد انتهى المنقول، فاسمع هديت الرشد ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان، طريق كل الخير والجنان، دل على تفضيله البرهان، وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون، وعصبة بالعلم يجهلون؟ لا تدع إلا العلماء ناسا، لغيرهم لا ترفعن رأسا، وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بذا وبور. فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى، صاحبه لم يستفد إلا ردى، فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن إلى الهدى وسيلة، فإنه كالكذب والخيال، يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية، والاجتهاد في صفا الطوية، والجد في التقوى بخير سيرة، ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذي الأنوار في جنانه، وعلم ذي الأوزار في لسانه، وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين، وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يجب، فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي، فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض ترتبط، فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق، ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب، فليعمر العمر فكل ذرة منه رخيصة بألف درة. والعلم ذكر الله في أحكامه، على الورى كالشكر في إنعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات، لكن كثيرا غفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمرى، فكثرت آفاته كما ترى، فصار فيهم حاجبا لنوره عنه، فما ذاقوا جنى مأثوره، فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر. نعوذ بالله من الخبال، والعود بعد الحق في الضلال، فالذم منهم لا من العلوم، فإنها من طاعة القيوم. فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإمعان،
والفكر فيه في جميع الشان ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده فسار في الحق على طريقه بالحق.